واحنا في الحقل من الحاجات الاساسيه جدا والمهمه جدا موضوع التوحد مع الشعب، واحنا بنتحرك لحقل تاني والثقافه تانيه. مهم قوي ان احنا نبقى جزء من الثقافه دي. احنا مش قصدنا نمصرن، لو احنا مصريين او ايا كان البلد بتاعتنا، مش قصدنا ان احنا ننقل ثقافتنا للحقل اللي احنا متحركين ليه، لكن بالعكس احنا بنتوحد مع الشعب، بنعيش بالظبط زي ما هم عايشين. مفيش اي مانع نلبس بالطريقه اللي هم بيلبسوا بيها، وناكل بالطريقه اللي هم بياكلوا بيها، حتى عاداتهم وتقاليدهم لو هي مش مخالفه مع فكر الكتاب المقدس، حلو قوي ان احنا نتحد بيهم. كل ما بنتحد بيهم بنقرب المسافات بيننا وبينهم، بيبقى اسرع قوي انهم يسمعونا وانهم يحسوا انهم اننا جزء منهم. في حاجه اتعلمناها بالممارسه بالخبره في جنوب السودان بيسموها التجسد، يعني زي ما الله ظهر في الجسد فاسمه التجسد. الخادم اللي يروح هناك لازم يتجسد مع الشعب في جنوب السودان، يعني ما فيش مانع انك انت تقعد معاهم على الارض لو ما فيش حاجه تقعد عليها، ما فيش مانع انك انت تنام في المكان اللي هم بيناموا فيه، ما فيش مانع انك انت تاكل من الاكل بتاعهم. لو شعروا انك انت متعالي عليهم او بتقدم نصايح من منبر عالي مش هيسمعوك، لازم تتجسد. حاجة تانية مهمة قوي في الحقل ان احنا ما نتحركش لوحدنا، يعني حلو قوي ان احنا نكون مجموعات من المحليين اللي احنا جينا عشان نخدمهم. كتاب يقول في امثال 30 عن الجراد انه بيتحرك فرقا فرقا، ما بيتحركش، ما فيش جرادة واحدة بتطير لوحدها، لكن دايما بيتحركوا مجموعات. مهم قوي في الحقل العمل الجماعي والفريق، وان احنا نبقى بنكمل بعض، لانه ده بيدينا قوة غير عادية. سهل قوي ان ابليس يوصل لواحد واقف بطوله لوحده، لكن من الصعب انه يخترق مجموعة متكاملة. حاجة تانية مهمة قوي في الحقل انه هتكتشف ان في حاجات كتيرة قوي انت كنت في بلدك بقيت مش موجودة دلوقتي. الاصدقاء مش موجودين، الكنيسة المحلية مش موجودة، مفيش جسد، الاهل مش موجودين، لكن خلينا متأكدين ان كل حاجة ينفع نتنازل عنها. الرب هو بس اللي ما ينفعش نتنازل عنه، وغالبا الحقل ممكن حاجات كتيرة قوي قوي ما تبقاش موجودة، بس الرب هو الوحيد اللي هيبقى في الحقل. هتستمتع جدا بحضور ربنا، وهتستمتع باختبارات مجيدة. عايز اقول كمان ان الارسالية زي ما شاركنا قبل كده هي سكة إماتة، مش بالضرورة هنبقى مستمتعين طول الرحلة. في اوقات كتيرة قوي هنبقى بنعدي بوقت ضغط نفسي جدا وتحديات صعبة، ومرات التحديات في الحقول بتبقى تحديات مختلفة شوية عن تحديات اللي بنلاقيها في ارض الوطن. ثق انه لما ربنا بيدعو انسان هي سكة إماتة، لكنها سكة ممتعة جدا، هتتمتع باختبارات مجيدة. الحقل محتاجين قوي فيه ان احنا نمارس الحضور الإلهي. الحضور الإلهي او محضر ربنا هو منابع القوة الوحيدة بالنسبة لنا. في يبوسة الحقل وفي غياب اي مصادر روحية تانية، الحاجة الوحيدة اللي هتبقى والحاجة الوحيدة اللي هتمدنا بالقوة هي ان احنا نكون في محضر ربنا اوقات طويلة، ناخد منه عشان ننقل نبض ربنا للنفوس اللي من حوالينا. وانت في الحقل كمان مهم قوي نظبط البوصلة. ممكن ابقى في الحقل بس اكون بره التراك، سهل قوي الانحرافات، سهل قوي ان انا اخد طرق جانبيه. وانا في الحقل انا موجود في المكان اللي ربنا دعيني ليه، لكن مهم كل يوم اظبط الزوايا، كاننا نقول كده اظبط البوصله، انا في الاتجاه الصح، انا بتحرك، انا بابحر في الاتجاه الصح. ده محتاج ان انا اتشيك حياتي كل يوم مع ربنا. وانت في الحقل ما تهتمش قوي بالامور الكبيره، انه ربنا يستخدمك في نهضه من اول ما تروح وتربح الاف النفوس للرب، غالبا مش بتيجي كده قوي. القصه في الحقل بتبدا زي طفل بيتولد، وانت في الحقل هتلاقي ان كل حاجه لسه بتبدا صغيره قوي قوي. ارساليتنا هي كانها ميلاد طفل صغير، هي دي الدعوه اللي اتولدت من جديد، وبنكبر سنه بعد سنه. مش بنركز على الامور الضخمه من البدايه، لكن بنركز في امور صغيره جدا. ممكن اعمل زياره لبيت وانا في الحقل، ممكن اهتم بيه ان انا اكون مجموعه من الاصدقاء يكونوا شركاء في يوم من الايام ليا في الخدمه، لكن اهتم قوي بالاعمال الصغيره واني اضخ فيها اكبر قدر من الحب والاستثمار، لان هي دي اللي بتصنع الامور الكبيره. حاجه كمان مهمه قوي عايزين نحذر منها انغماسنا في الخدمه، لانه في الغالب الحقل هتلاقي الاحتياجات ضخمه جدا جدا، وكل الناس محتاجينك تعمل كل حاجه في كل الاوقات، محتاجين راعي وكارز ومعلم، وكل اتجاهات الخدمه في احتياج ضخم جدا جدا ليها. محتاجين نركز من احنا ما ننغمسش في انشطه كتيره وخدمات كتيره اكتر من اهتمامنا بالمخدع، واكتر من اهتمامنا بان احنا نسمع صوت الرب بشكل تفصيلي يومي،
ممكن اعمل انجازات كتيره قوي قوي في الحقل ما يكونش الرب بعتني علشان ولا حاجه منهم، وممكن اقعد وقت طويل قوي بس كل اللي عملته هو حاجه واحده صغيره، بس دي تكون نواه حقيقيه في بناء ملكوت الله في البلد دي. عشان كده مهم جدا اني ما نغمسش في كم من الانشطه وفي كم من الانجازات. الارساليه مش انجازات، الارساليه هي حياه بتتقدم بعيش على لونج ران، مشوار طويل جدا بركز امشي مع ربنا يوم بعد يوم. عشان كده كمان مش بنتوقع ثمر من البدايه، محتاجين ما نستعجلش الثمر من البداية. مشوار الزرع هو مشوار الإرسالية اللي بياخد يمكن سنين على بال ما نشوف ثمار صغيرة بتنبت. خلينا عارفين كمان وإحنا في الحقل إن إحنا في مواجهة مباشرة مع عدو الخير. أنا دايماً أقول مفيش حرب روحية في مصر، يعني بلدي اللي أنا خرجت منها الحقيقة الحرب الروحية بالنسبة للحرب اللي بشوفها في جنوب السودان، بحس إنه يعني الحرب الروحية في مصر كأنها بابتز، يعني قدام الحرب الشعواء اللي العدو بيشنها علينا. خلينا عارفين ده إنه العدو هيقاوم جداً جداً وجودنا في الحقل، كل محاولاته معانا وإحنا في الحقل عشان نرجع عشان نسيب لي الأرض اللي هو ممتلكة. خلينا عارفين كده، عايز مننا ده مش محبط لينا، بالعكس احنا عارفين ان احنا بنعمل لحساب قائد منتصر وغالب وواقف طول الوقت في صفنا. خلي الصعوبات والعواصف اللي احنا هنقابلها في الحقل نستغلها في ان احنا نطير لأعلى، زي النسر بيقولوا لما يبقى فيه عواصف قوية جدا جدا النسر مش بيتكسر ويقع، لكن بالعكس العواصف بتخلي النسر يطير أعلى منها. وإحنا كل تحديات وصعوبات بتقوي إيماننا، حد قال كده إن الإيمان بيتغذى على التحديات والمشاكل. في الغالب في الحقل التحديات هتبقى كتيرة شوية، بس نخلي بالنا إنه ده بيعمل لينا عضلة إيمان قوية جدا جدا. حاجة كمان، علاقتنا بالمحليين علاقة أساسية جدا، ما ينفعش إن إحنا نستغنى عن علاقتنا بالمحليين أو نعتبر إن دي حاجة ثانوية. لازم نكسب الشعب اللي إحنا جايين نخدمه، لازم نتعامل معاهم بالأسلوب اللي نربحهم بيه ونكسبهم بيه. كمان وإحنا في الحقل محتاجين كل يوم ناكل أكل طازة، محتاجين زي ما كان الشعب زمان شعب إسرائيل وهم في البرية الرب بيبعت لهم كل يوم الصبح من جديد. ما ينفعش نعيش على وجبة خدناها مبارح من ربنا أو خدناها الشهر اللي فات، كل يوم محتاجين نقعد قدامه وناكل أكل طازة، لأنه الأكل اللي احنا بناخده من ربنا في الحقل غالبا مفيش بدائل أخرى. احنا مش هنلاقي وجبات روحية بتتقدم لنا من أي مصادر تانية وإحنا في الحقل غير من محضر ربنا. لكن حاجة كمان، وإحنا في الحقل محتاجين نطرح كل ثقل، لأنه هتلاقي كل شوية إبليس بيحدف علينا زي شنط تقيلة على ظهرنا علشان نبقى ماشيين منحنين. هتلاقي في أثقال كتيرة وأحمال كتيرة بتترمي علينا وإحنا في الحقل، محتاجين أول بأول نطرح الثقل ونحذر الاستنزاف. محتاجين قوي إن إحنا ناخد فترات شحن طويلة، لازم يكون في إنكم لأنه الأوتكم بيبقى عالي قوي، العطاء في الحقل عالي جدا جدا، في المقابل لازم يكون في مصادر شحن قوية بناخدها، فترات خلوة، فترات هدوء طويلة قدام ربنا علشان نحافظ على نفسنا بدون استنزاف. سهل قوي يحصل الاستنزاف وإحنا في الحقل، لكن في كل مرة بنتنقع في محضر ربنا وبنقعد قدامه ربنا بيشحننا بقوة من جديد. في كل مرة بنقول له يا رب أنا هأنذا، أنا قدامك، اشحني، املاني بالقوة الإلهية علشان ما تعرضش لخوار وضعف وأنا في الطريق.